ياسين جماع غادي يسلم ليه شهادة تقديرية رئيس جمعية الزوكش التنموية حسن جماع فليتفضل مشكورا. ياسين جماع. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدينا قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر ياسين من ضواحي سطاتي من موسم الزوكش، يعني في حاليا انطلقت يعني ديال الباروت اليوم الختامي ديال مهرجان الزوكش كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. تبارك الله سي ياسين جماع، تبارك الله عليك. يلا سي ايوب تيموري، بسم الله العبيد الله وجودي، بسم الله فرشني ومراه تبين يا بني حاط ربي حسين يا ودي ترني وانقعد خالي وانقعد تبارك الله عليكم. تبارك الله سي ايوب تيموري مقدم صربة جمعية السوق جمع العياد، ما نساوش ناس اخرين بقى. بارك الله عليكم. إذا غادي نمروا طبعا الحال المكرم الثاني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر الجديد من مهرجان الزوكش التبوريدة، يعني في اليوم الختامي كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناتكم شوف تي في. وكنشكر مقدم أيوب تيموري على هذه اللوحة الفنية الرائعة. تبارك الله عليكم، تبارك الله على الخيال. حاصلين على شهادة البكالوريا وتسلم هذه الشهادة السفياني زكية. سفياني زكية سي مرشد بوعزاوي، سي مرشد ما كايناش، يسلمها مرشد بوعزاوي. جواد يسلمها الاخ جواد فليتفضل مشكورا. جواد ممدوح يسلم شهادة تقديرية للتلميذة طالبة حياة جماع. صورة تذكارية ننادي على يعني كما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تي في فخر الدين نوال كيقدموا يعني شهادة تقديرية لحصولها على شهادة البكالوريا ويقدمها يعني لها خالد مجاهدين زكية. يعني كيقدموها يعني إذا فخر الدين نوال شهادة تقديرية للفرسان وكيقدموها الناس يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في وتطبيقات حرم لكم على المكرمين بجوائز البكالوريا. فخ الدين نوال غادي نبقاو مع الحاج السي بشعيب مرشي. بسم الله السي مقدم توكل على الله في سر الله. Yeah.
يتعشى. هو اول حرفي في الخياطه، وما ادراك ما في الخياطه، واللي بطبيعه الحال من خلال الحاج محمد بن الحاج بن عيسى استطاع انه يعلم واحد المجموعه ويعطي هذه الحرفه لواحد المجموعه ديال ابناء المنطقه. فالشكر موصول للحاج محمد بن الحاج احمد بن عيسى على المجهودات الجباره وعلى التفكير في ولاد المنطقه. هادو هما ولاد الاصل. شكرا لك سي الحاج على المجهودات الجباره. وكنطلبوا من جميع الزربات تساعد الزربه اللي موجوده. يلا سي مقدم، بسم الله. رشيد تربوي، رشيد تربوي الساعد. يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدينا قناة تشوف تي في مباشره من ضواحي ستاد، يعني مهرجان سوق شلت بوريدا. اذا فخر الدين نوال، اليوم فخر الدين نوال ديال مهرجان سوكش حاصلة على شهادة البكالوريا، تسلمها علبة المباشر الشفياني زكية بميزة سفياني زكية. شكرا لكم على تحيات الجسام وعلى المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها الجماهير كما كتشوفوا معنا التعليم على هذا البث. واكيد هذا يحسب لكم اليوم. التكريم هو عربون محبة وعربون تذكار، وهو يعبر عن ثقافة الاعتراف. شكرا لكم. إذا تشفيقات حارة على فخر الدين نوال حاصل على شهادة البكالوريا بميزة حسن جدا. غادي نمشيو لسفياني الحاج يكون حاضر معنا، وأيضا نجم الدين الحاج العربي. الحاج بطبيعة الحال السي نجم الدين الحاج العربي والسي سفياني الحاج يكون حاضرين معنا من أجل التكريم. هذه الشهادة مدير الدورة مرشد أبو عزاوي.
سي مرشد بوعزاوي تقديم هذه الشهاده هو كعرب المحبه كتذكار على المجهودات الجباره اللي كيقوم بها سي نجم الدين الحاج العربي، صوره تذكاريه لسي نجم الدين الحاج العربي وايضا مدير الدوره مرشد الوعزاوي. نبقى مع تكريم اخر، هذه المره يتعلق الامر برزقي الحاج بشعيب الفقير. اذا غادي نبقى مع تكريم اخر يتعلق الامر برزقي الحاج بشعيب الفقير. سفياني حبيب كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدين قناة شوف تيفي على هاد البث المباشر من ضواحي برشيد. عفوا ضواحي ستاس. اذا خلينا اذا غادي يعطيه كما كتشوفوا معنا الشريك راه شريك قناه شوف تيفي على المجهودات الجباره حقيقه يعني مباشره من ضواحي ستارت ولا مهرجان الزوق لفن التوريدا في يومه الختامي الكل مجند. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي هذا البث المباشر واللي كنتمنوا ان بطبيعه الحال هذا المهرجان كيف ما قلنا يبقى تقليد يجمع الاحباب ويجمع الاصدقاء ويجمع الاعيان ديال القبيله على كلمه واحده وعلى هذه الفرحه اللي كنتمنوا انها تستمر دائما. فاليوم هذه التكريمات هي نابعه من طبيعه الحال ثقافه الاعتراف كيف ما ذكرنا رزق الحاج بشعيب الفقير. يلا السي المقدم عاود ورا عاود إذا شربت الطلق. شكرا لكم شكرا للمقدم ديالنا. شهادة فركوش محمد ضربت تيران طالع لي 2000 كيفاش هذاك الإدارة ولا كل إذا مشاهدينا الكرام مشاهدينا قناة شوف تيفي نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله. تبارك الله مقدم.